عليه أفضل الصلاة والسلام، فكان الناس يندفعون زرافات ووحدانا لزيارة قبر أبي عبد الله الحسين. يجي الزائر يزحف على الأرض، هاي تربية الإمام الهادي، ترى يشوف مكان القبر مهدوم يزحف على الأرض يشم التراب إلى أن يصل إلى مكان يشم عبق التراب، رائحة طيبة تخرج من التراب. رزقنا الله وإياكم. توجه إلى كربلاء، أريد أختم بهالموقف. ترى يقول: أرادوا ليخفوا قبره عن محبه وطيب تراب القبر. دل على القبر، وشوف الزائرين يندفعون، كل ذلك ببركة من؟ ببركة الإمام الهادي سلام الله عليه. ولذنا بقبرك يا أبا عبد الله يا حسين، السلام عليك من قريب أدنى، السلام عليك من بعيد أقصى. ولذنا بقبرك والقبور كثيرة، لكن من يحمي النزيل قليل، وأنت من تحمي النزيل أبا عبد الله. اللهم ارحم تلك الخدود التي تعفرت على قبر أبي عبد الله. اللهم ارحم تلك الخدود، اللهم ارحم تلك العيون التي دمعت على أبي عبد الله، اللهم ارحم تلك الوجوه التي قد شرتها الشمس. يقول الإمام وهي تزور أبا عبد الله: شممت ثراك فهب النسيم نسيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يخضعي، وحيث سنابك خيل الطغاة جالت عليه ولم يخشعي، وطلت وقد طالت الذكريات بصومعة الملهم المبدعي، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة إصبعي تشير إلى عالم بالخنوع، والضيم ذي شرق مترعي لتبذل منه جذيب الضمير بآخر معشوشب ممرعي، فيا ابن البتول يا حسين، فيا ابن البتول وحسبي بها ضمانا على كل ما أدعي، ويا ابن البطين بلا بطنة، ويا ابن الفتى الحاسري أنزعي، ويا واصلا من نشيد الخلود ختام القصيدة بالمطلع، يا زاير ضريح حسين مني بلغ رسالة. شهر رجب بعد وزيارة الحسين سلام الله عليه، ارفع صوتك ترى. يا زاير ضريح حسين مني بلغ رسالة، وصل لي الضريح وصيح من كل عين همالة، بعد صدق يا ابني النبي صدرك وطاه الشامر بن عالة. أيوة حسينا صدق راسك على الخط يقرا من الوحي آيات، سمعنا الميت ذا من مات يجون أهله يغمضوا العين يمدونه
على الجبل ومن يسبل الرجل. هذه حالة الموت ما غير شهيد احسن. اخر يقول لو مات الفتى المعزوز لجل تصير زلزال. ناس تفصل اجفانه وناس تجيب شيال. ما غير الشهيد حسين داس الشمر بين عام مع طوبى إليك من تربة يا الساطع بنوار. يوم القيامة الجنة مكتوبة الزوار أبدا فلا يتحاسب من يندفن بتراب. تكريم للي تعفرت في تربتك خدام. يا نازلين بكربلا هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها ما حال جثة ميت في أرضكم يا الله. إلهي باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا رب العالمين حرم أجسادنا على النار. فك كل أسير ارحم كل شهيد يد واحفظ حماة الدين المخلصين العاملين يا رب العالمين المؤسسون تقبل اللهم عملهم وضاعف أجرهم. إخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا بحوائجهم للدين والدنيا والآخرة إلى أرواح موتانا موتاكم موت المؤمنين والسامعين لا سيما موت المؤسسين. نهدي للجميع ثواب المبارك. الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.